الحضور ديالي في هذه المدينة الجديدة وخاصة في هذا المركب ديال الحمى الفتواكي، كانت هناك دوري ديال الألعاب الإلكترونية اللي أو الرياضات الإلكترونية اللي كتنظمها الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية. وصراحة أنا والله العظيم سعيد جدا، لأنه احنا كنعرفوا بان المستقبل للشباب وهاد الالعاب او هاد الرياضه الالكترونيه كتجلب واحد العدد من الشباب او من واحد العدد ديال الناس، يعني مختلف الفئات يعني العمريه، وخايده واحد الصدى كبير عالميا. وكنعرفوا بانه كاين هناك لاعبين محترفين في هاد المجال واللي كيتقاضوا واحد الاموال اليوم طائله. وكنعرف بانه احنا المغاربه واحد العدد ديال الشباب يعني كيتعاطوا بزاف لهاد الرياضه هادي، والحلم ديالهم كذلك باش لما لا يكونوا تما محترفين. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى نشوفوا مستقبلا لاعبين مغاربه كيمثلوا المغرب في الحفلات الدوليه في هاد اللعبه الالكترونيه. شوف، انا اظن هذه بدايه بطبيعه الحال بداتها الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب الالكترونيه، واظن انا اول جامعه يمكن في البلدان العربيه وكذلك الافريقيه. هذه بدايه، وكنظن بانه الطموحات ديال الجميع هو كذلك باش نوفروا للشباب المغربي. كنعرف كيف قلتي بانه هاد الالعاب يعني كتطلب واحد التكلفه كبيره، ف اذا تخلقت هذه الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب الالكترونيه لهدف ما، وان شاء الله بحول الله كيظهر لي مستقبلا ممكن توفر الامكانيات ويلقاو يعني الشباب المغربي الارضيه يعني نقول متوفرة باش يمكن الكل يمارس هاد الرياضة الإلكترونية. اليوم حنا كنتواجدوا في مدينة جديدة في إطار البطولة الإقليمية اللي كتنظمها الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية بشراكة مع الجمعية ديال مازاغون، الجمعية اللي متخصصة في الألعاب الإلكترونية. كيف لاحظتوا على مدار يومين كان مجموعة من الإقصائيات ديال جوج ديال الألعاب بما فيهم فيفا، والحمد لله كانت واحد المشاركه كبيره، اكثر من 300 واحد اللي كانت تسجلات. بالتالي فكنشكر الناس ديال الجيده على الحضور ديالهم، على التفاهم ديالهم، على التفاعل ديالهم مع هذه الرياضه الالكترونيه. الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب الالكترونيه خدت على عاتقها باش تجهز في هاد ربع سنين ان شاء الله اكثر من 100 دار شباب باخر المعدات ديال الالعاب الالكترونيه باش تكون في المتناول ديال جميع الشباب ديال المغرب. وبهذه المناسبة كنبغيو نشكروا وزارة الشباب والثقافة والاتصال، وكذلك وزارة الرياضة ووزارة التعليم والرياضة على الدعم ديالهم لهذه الجامعة هذه، وعلى المساندة ديالهم وعلى التتبع ديالهم الخطوات ديال هذه الجامعة. وإن شاء الله في القريب العاجل غادي نحاولوا باش نديروا هذه البطولة الإقليمية فكوا على صعيد كل الإقليم وعلى صعيد كل جهة، باش في النهاية إن شاء الله تلعب واحد البطولة وطنية اللي غادي تكون في الرباط ويشاركوا فيها الأبطال اللي فازوا في هذه البطولات الإقليمية والجوية. هذا من بين الحوايج اللي خدت الجامعة الملكية المغربية على عاتقها لأنها تكون هذه الرياضة ما تكونش مؤثرة على الأطفال وعلى الأولاد بالنسبة للمسار الدراسي ديالهم، بل تكون نوع من الترفيه وكذلك رياضة اللي يقدر يمشوا فيها بعيد. فبالتالي الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية فأخذ على عاتقها هذا الجانب هذا، لهذا خصت وبشراكة مع كذلك مجموعة من دور الشباب وكذلك فاعلين جمعويين على أساس أن هذه الرياضة تكون في الأوقات ديال الفراغ ديال 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 الشباب وديال الأطفال، وكذلك أن تكون واحد المراقبة وأن تكون واحد المتابعة لهاد الأطفال هادي على جميع النواحي، سواء الناحية النفسية كذلك الناحية التعليمية. ولهذا اختارينا احنا دور الشباب، لأن كنعرفوا دور الشباب الدور ديالها هي التثقيف، هي الترفيه، هي تبعد الوليدات على كل ما هو سلبي في المجتمع. فنشاط جديد غادي يدخل دور الشباب اللي هو الألعاب الإلكترونية، وكنتمنى من الله أنه يكون يقدم هذيك الإضافة النوعية اللي كانت في النواحي. برنامجها السنوي نظمت جمعية مازاغون للألعاب الإلكترونية البطولة الإقليمية يومي السبت والأحد
تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية بمشاركة أكثر من 250 لاعب في هذه الرياضة. هذه الجمعية مازاغون للألعاب الإلكترونية تأسست مؤخرا بهدف نشر هذه الرياضة وتأطيرها وتأطير الشباب من أجل ممارسة هذه الرياضة وجعل المغرب وجهة دولية لتنظيم بطولات عالمية. هذه البطولة كما قلت عرفت مشاركة أكثر من 250 لاعب. المؤهلين من هذه البطولة سيشاركون في بطولة وطنية ستنظمها الجامعة الملكية المغربية في آخر الموسم الرياضي الجاري. هذه البطولة كذلك عرفت تكريم عدة فعاليات رياضية دكالية شرفت الرياضة الوطنية قاريا ودوليا، وخاصة اللاعب الدولي أحمد مقروح بابا. لنتمنى من مشاركة أو من تكريم اللاعب بابا أن يكون فعل خير على المنتخب الوطني المشارك في كأس إفريقيا، ونتمنى أن يحرز الكأس إفريقيا للمرة الثانية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم، سميتي بدر الدين رادين وأنا الحائز بالمركز الأول في البطولة الإقليمية المدينة الجديدة المنظمة باغ لا فيديغاسيون ماروكان رويال دي سبور. أنا فرحان بزاف باحتلالي لهذا المرتبة الأولى، وكنتمنى نمثل المدينة ديالي الجديدة في المسابقة الوطنية في آخر سنة إن شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.